بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة سنعرف لماذا تحدث الأعراض البولية الشديدة عند مرضى القولون العصبي. في الحقيقة ذكرنا فيما سبق أن القولون العصبي يتميز بحدوث زيادة تكاثر البكتيريا وزيادة إنتاج الغازات في القولون. زيادة الغازات بشكل كبير وتجمعها في القولون المعترض ومن ثم في القولون الصاعد والنازل سيجعل القولون النازل خصوصا منطقة المستقيم تمتلئ بالغازات. طبعا أمام المستقيم مباشرة هناك عضلة المثانة، وضغط المستقيم مباشرة على عضلة المثانة سيسبب الإلحاح في التبول، يعني يجب أن يذهب المريض بسرعة. أحيانا عدم استمساك البول يخرج المريض كمية قليلة من البول وليس كمية كثيرة مع تكرار التبول كما ذكرنا بشكل كبير جدا. يضاف إلى ذلك أنه أحد آليات الموجودة في القولون العصبي هي زيادة حساسية الأحشاء، ومن ثم القولون بيكون فيه زيادة في الحساسية والمثانة زيادة في الحساسية، وهذا ما يعرف باسم المثانة العصبية تترافق عادة مع القولون العصبي.